يلا بينا على راديو 90 90. بنرجع لكم تاني، لسه موجودين معاكم رغدة ورضوى. وبما اننا بقى بنتكلم عن الصيف والفعاليات الجميلة اللي بتحصل في الصيف، الحقيقة يعني مهم جدا واحنا مع حضراتكم اننا نشاور كده على حاجة مهمة، يعني يمكن دي مش اول سنة تحصل فيها، وهو معرض ديارنا اللي موجود في الساحل الشمالي دلوقتي، واللي الحقيقة بيعتبر فرصة كبيرة جدا جدا لتشجيع كل الفنانين المصريين اللي بيقدموا منتجات يدوية طبعا جميلة جدا جدا ومختلفة، ان هم يبقوا موجودين ويبقى عندهم فرصة انه يعني في موسم الصيف كمان يبقوا موجودين مع كل الناس اللي موجودة في الساحل، واللي أكيد تحب أنها يعني تقتني من منتجاتهم الجميلة. عشان كده احنا يعني موجودين مع حضراتكم النهاردة كمان ضمن الفعاليات اللي بنكلمكم عنها، معرض ديارنا اللي موجود طوال أشهر يوليو وأغسطس في الساحل الشمالي. فتعالوا كده معنا نرحب بأيمن حمودة، وهو أحد المشاركين في ديارنا السنة دي، يحكي لنا أكتر عن المعرض وعن مشاركته. مساء الفل. مساء الفل. أهلاً أيمن. الحمد لله، أخبارك إيه؟ إحنا تمام. يعني احكي لنا بقى عن مشاركتك في معرض ديارنا، ويعني الزوار اللي موجودين دلوقتي في الساحل الشمالي وإقبالهم على المعرض وشراء منتجات يعني من الصناعة المصرية. بص حضرتك، هي مشاركة، هو الصوت بس يا أيمن للأسف مش عارفين نسمعك كويس. واضح ان الهواء جامد عندكم في الساحل ومؤثر على تليفوناتنا النهارده، مش عارفين نوصل لكم. طب الصوت كده كويس ولا في مشكله برضو؟ زي الفل. احكي لنا بقى ايمن. بصي، هو حضرتك انا مشارك السنه السادسه على التوالي تقريبا، السنه الثالثه الخامسه. ما شاء الله، ده انت حريص على المشاركه في المعرض دايما. دايما، لان هو الزبون عامه متنوع، مش بيبقى زبون الساحل فقط، لا، في ناس بتيجي من بره مصر، مصريين بيكونوا بيقضوا فترة الصيف عندهم، الويك اند او الاجازة عندهم في بلادهم، بيجوا ينزلوا مصر يعني، وبالذات في المعرض طبعا عشان حركوا في الساحل في مدينة خمسة برضه عشان الناس تبقى عارفة هو فين بالظبط. فمهمة المشاركة ان طبعا مش انا بس اللي بشارك، جميع المنتجات المصرية والتراثية والحرفية من تقريبا من السلوم لغاية حلايب وشلاتين، في زملاء مشاركين بجميع منتجات نحاسية خشبية تلي حاجات. طب احكي لنا على منتجاتك انت تحديدا. انا حضرتك بشتغل في بعمل لوحات، بحول اي لوحات من صورة عادية بحولها 3D، يعني بخليها اكتر من كلام 3D، ثلاثية الابعاد. هو اكتر كلام من ثلاثية الابعاد، دي ممكن توصل لسبعة تمانية لير، يعني حسب بالمنظور بتاع الصورة، الصورة تبقى عادية جدا بتبقى شايفاها، اما باخد اشتغل عليها بحولها تدريجيا، بشوف كاني ببص المنظر حقيقي كانه واقف قدامي، كانها حاجه مجسمه قدامنا. بمشي باللير بالطبيعه بمنظور حقيقي كانك بتبص اي منظر في فيو. بتختار مناظر طبيعيه معينه في مصر بره مصر، ايه اختياراتك للوحات يعني وانت بتعملها؟ بص حضرتك، هي دي من الحاجات اللي انا لازم برضو انبه عليها، ان المفروض انا في الساحل اكيد مش هشتغل مثلا بالديزاين الفرعوني، تمام؟ بشتغل على حسب المكان اللي انا رايحه، او بحر بقى يعني هلاقي لوحات للبحر ولا المراكب. مراكب والبحر والاورينتال بتاعنا الاساسي اللي هو التراث بتاعنا اللي هو الفاطمي، الفتره اللي هي فيها السبل والحرف دي اساسيه في اي معرض، لكن في حاجات بقى متنوعه على حسب كل معرض وجنسيه الناس اللي انا رايح لهم. يعني انت مثلا بما اننا في الساحل يا ايمن، بتكون حريص اكتر على ايه في شغلك؟ ومثلا فكره الالوان والتصميم وكده، بتخيل بقى صدف وبتخيل يعني مثلا سمك. بص حضرتك، هو لازم اشتغل اولا على الالوان، بتكون الوان فاتحه طبعا اللي هي التركوازات والوان البحر عامه، يعني عشان بيبقى 90% من الكلاين او الزوار بيفضلوا الحاجات ديت للشرايات بتاعتهم. صح. فاكيد الشرايات بتاعتهم مش هاخد مثلا حاجه، يعني الوان مثلا الدارك بتبقى في الشتاء شويه، الوان الشتاء بتبقى دارك شويه، فمش هينفع ان انا يعني ومش مثلا المودرن برضو يبقى نسبته قليله، لكن المناظر الطبيعيه مطلوبه جدا، اللي فيها بحيرات، اللي فيها شجر، اللي فيها سماء، مع المراكب، مع حاجات الاسترفيش، الحاجات غير التقليديه المناسبه لعاداتنا وتقاليدنا. ايمن، وانت اتعلمت فن الديكوباج ازاي وامتى؟ بص حضرتك، هو اولا هي فكره والدي، يعني اولا فكره والدي ربنا يديله الصحه، ومعايا لغايه دلوقتي، ومعايا اخواتي بنات، ومعايا فريق عمل بنات، كل ما المشروع بيكبر كل ما بزود تتوسعوا اكتر.
بنتواصل لا ودعم مع المرأة. أنا مبسوطة يا أيمن والله. أنا عايز أعرف فكرة والدك إزاي، يعني احكي لنا الحدوتة حصلت إزاي. الحدوتة باختصار إن أنا كنت لغاية 2011 كنت شغال في مجال السياحة، وبعد كده هو كان هو بيعملها هواية عنده يعني، فكنت أنا لدرجة إن أنا قبل 2011 كنت باخدها منه أديها فري هدايا لأصحاب الشركات الأجانب اللي بيجوا مصر عندنا في الشركة. بعد كده طبعا لما الدنيا وقفت معايا في 2011 ابتديت افكر خارج الصندوق من الشغل، فخدتها منه حولتها من هوايه لمشروع. طبعا مش الكلام اللي انا وصلت له او بعد 13 سنه دي نتيجه طبعا عمل جماعي يعني. هو الاول كنا شغال هو لوحده، انا اشتغلت معاه، بعد كده اشتغلت انا واخواتي، كنا بنشتغل في الاورينت بس اللي هو الديزاين المود يعني مختارين الوصف مصر اللي هو كتاب وصف مصر الحرف والسبل والجوامع والكنايس والحاجات اللي هي خاصه بالمصر. بعد كده طبعا ابتديت ان انا انزل بالصدفه اسوق، طبعا فتره صعبه جدا، الحمد لله ربنا كرمني باثنين مكانين تجاريين انا ياخدوا مني عشان اعرف استمر، فتره صعبه بالنسبه لي جدا. بعد كده طبعا اشتغلت شغل عادي بره، وابتديت ان انا اصرف على مشروعي عشان اكبره لغايه ما عندك دخلت. طيب يعني سوري ان انا بقطعك، بس انا عايزه اكد على انه اكيد عندك صفحه على فيسبوك على السوشيال ميديا ناس تقدر توصل لك تشوف الفن بتاعك. بص حضرتك، هو انا يعني يمكن عامل حاجه برضو اونلاين اصعب شويه بالنسبه لي، انا عندي صفحات اوكي تمام، بس طبعا انا باخد دايما التجارب بشوف ايه الفايده ليا في شغلي او الفريق عمل معايا. اولا هو تبادل يعني، عشان اكملك الموضوع طبعا ان انا كملت بعد كده نزلت في المعارض، اول معرض نزلت تقريبا انت موضوع التضامن وبدأت قدام مصر 2017 يكون مساحه فري، فبالنسبه لي ابتديت ان انا اكبر فريق عمل اللي معايا كله. تسجيل وفرصه حلوه طبعا. لان انا ما كنتش قادر ادفع يعني ايجار اي بارتيشن، يبقى الموضوع دي حقيقه لغايه حتى ما وزاره التضامن نفسها والمبادره وصلوني ان انا طلعت لما مثلت مصر في معرض في ايطاليا في 2019. جميل. مدعم من الدوله من غير واسطه. هو المشاركه طبعا دي بتفرق جدا في المعارض يا ايمن. دي حقيقه يا فندم، بتاخد خبرات سواء داخليه او خارجيه، بتشوف حضرتك لازم ما نقفش في مكان معين يعني، ما نوقفش نقول ان احنا نجحنا، لا لازم يبقى في تغيير. انا ممكن بقف في بارتيشن بنفسي ما بجيبش حد يشتغل معايا ليه؟ ان انا اسمع الطفل عايز ايه؟ المراه عايزه ايه؟ الشاب عايز ايه؟ الراجل عايز ايه؟ كل مره بسمع ديزاين جديد بحطه في الاعتبار، ما بقولش ان انا وصلت لمرحله معينه يبقى لا يبقى لازم اوقف خلاص انا كده تشبعت، لا بعمل الحاجات المناسبه عامه. الديزاينات بختارها مختلفه للسوق يعني، يعني بمعنى اصح مش لاقي حد عمل حاجه اروح اعمل زيه، لا بالعكس بتبتكر وتحاول تطور في اللوحات. الزبون دايما حضرتك عامه في اي حته على مستوى العالم بيحب التجديد يعني، انا ممكن بعمل في المعارض هنا مثلا الزبون اشترى مني تاني يوم بيجي ايه ده ما كانتش موجوده امبارح، ما برضه بشجعه ان هو ممكن. ما دي شطاره بقى يا ايمن، احنا عاوزين نعرف منك بقى بما انك انت وبابا واخواتك كلكم بتشتغلوا في المشروع، مين بقى اشطر واحد بيعمل لوحات جامده جدا قبل ما تسيبنا؟ لا طبعا ده والدي ما اقدرش يعني تحيه لبابا والله جدا. لا 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 والدي لغايه ما، وهفضل اقول والدي لغايه ما انا يعني ربنا يفتح يعني ربنا يخليه لك يا رب، واحنا بنشكره ان هو مصدر الالهام. دي حقيقه هو مصدر الالهام، وطبعا زي ما بقول لحضرتك انا بختار في برضه نوعيه البنات اللي معايا، ومعايا شابين شغالين دلوقتي. جميل ان انتوا كمان بتتوسعوا، ان انت معاك اخواتك ووالدك، بنحييكوا كلكم والله بتوفيق. الله يخليك يعني دايما كده في نجاح، ودايما يكون في اقبال على معرض ديارنا وعلى لوحاتك تحديدا. شكرا جزيلا ليك. معلش حاجه بخصوص طبعا اتفضل. هو عشان هو الساحل كبير طبعا يعني، هو في مدينه خمسه يعني كل الناس اكيد ان شاء الله تقدر تبقى موجوده، وانتم موجودين من 5 المغرب ل 5 الفجر صح كده؟ هو من 4 ل 4 يعني من 4 ل 4 فرقت ساعه معايا. عشان بس الناس ساعات بتيجي الساعه 4 وبكون احنا ابتدينا نقفل. تمام، من 4 العصر ل 4 الفجر طبعا طوال اشهر يوليو واغسطس تقدروا تبقوا موجودين وتشوفوا معرض ديارنا وكل المنتجات الجميله دي. نشكرك جدا جدا يا ايمن، نورتنا. شكرا لوجودك وبالتوفيق يا رب. اشكرك يا فندم. شكرا.